من إدلب ينضم إلينا بشر أحمد مراسل أورينت نيوز. أهلا بك بشر. طبعا وفق المعلومات التي تصلك وترد إليكم، نبدأ بالوضع في حوض اليرموك. غارات مكثفة توقع عشرات القتلى والجرحى، ماذا لديك من معطيات مستجدة؟ بعد أن فشلت ميليشيا أسد الطائفية التقدم على محور الشركة الليبية انطلاقا من مساكن جلين غربي درعا، حاولت ميليشيا أسد الطائفية التقدم محور تل عشترة باتجاه بلدتي عدوان وتسيل. فشلت أيضا بالتقدم على هذا المحور، فقامت طائرات العدوان الروسي وطائرات ميليشيا أسد الحربية والمروحية بإلقاء عشرات البراميل المتفجرة وتنفيذ عشرات الغارات الجوية على قرى وبلدات حوض اليرموك التي يقطنها مئات أو عشرات آلاف الأسر التي حافظت على وجودها في هذه المنطقة رغم سيطرة تنظيم داعش عليها. اليوم عدد من هذه الغارات استهدفت النازحين من هذه القريات بشكل مباشر. كان هناك أعداد كبيرة من النازحين تتواجد في السهول الممتدة في حوض اليرموك، استهدفتهم طائرات العدوان الروسي بالقنابل العنقودية، وأحدث ذلك مجزرة لم نستطع إحصاء ضحاياها حتى هذه اللحظة، حيث أن حوض اليرموك ليس فيه نشطاء نستطيع التواصل معهم بسبب سيطرة تنظيم داعش على هذه المنطقة. لكن حسب تواصلنا مع الأهالي هناك فإن أعداد القتلى ربما تتجاوز 20 قتيل من المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان الروسي لأماكن تواجدهم في سهول حوض اليرموك. طيب، يعني هذه الغارات التي استهدفت بالأساس المدنيين وأوقعت قتلى وجرحى ومجازر، يعني في حين يعني بالتزامن مع هذه الغارات تنظيم داعش يعلن بأنه توسع وسيطر على عدد كبير من البلدات والقرى بعد خروج الفصائل المقاتلة. في الواقع يعني أنا غادرت الجنوب السوري البارحة، وكان تنظيم داعش قد أعلن سيطرته على هذه القرى، لكن لا يمكن اعتبار انتشار عدد من عناصر ومجموعات التنظيم في هذه القرى سيطرة. فالفصائل التي كانت ترابط على جبهات حوض اليرموك وتمنع تنظيم داعش من التمدد انسحبت من هذه الجبهات، بالتالي خرج أعداد قليلة من عناصر تنظيم داعش ومجموعات تنتمي أصلا لقرى وبلدات الريف المحرر. عادت هذه المجموعات وعاد هؤلاء المقاتلون إلى قراهم، لكن لا يمكن اعتبار تواجدهم في هذه القرى والبلدات سيطرة للتنظيم عليها، حيث أن هناك فصائل أخرى ما زالت متواجدة في هذه المنطقة بانتظار ربما يعني مواجهة عسكرية إما داخلية بين هذه الفصائل وتنظيم داعش أو مع ميليشيات أسد الطائفية بانتظار يعني معرفة المصير. ما كنت أقصده بشر، كما يعني ادعت الأنباء إن كانت روسيا أو من ميليشيات النظام بأن هذه الغارات كانت تستهدف تنظيم داعش، هي بالنهاية لا. لم أسمع سؤال هجر. يعني أتحدث عن الغارات الروسية التي ارتكبت على إثرها مجازر، كانت تدعي الأنباء بأن روسيا وميليشيات النظام كانت تستهدف فيها ميليشيات أو تنظيم داعش، ولكن بالنهاية لا، هي تستهدف فيها المناطق والمدنيين في حوض اليرموك. في الواقع لم أسمع سؤال جيدا، لكن إن كنت تسألينني عن الغارات التي تستهدف حوض اليرموك، هنا لابد من التنويه إلى أن حوض اليرموك أصلا شكل ملاذا آمنا لمئات الأسر النازحة من قرى وبلدات درعا المحررة التي كانت تحت سيطرة الفصائل. شكل حوض اليرموك ملاذا آمنا لها بعيدا عن القصف الروسي وقصف ميليشيات أسد الطائفية رغم سيطرة تنظيم داعش على هذه المنطقة. الآن وبعد يعني حسم ملف درعا والانتقال إلى القنيطرة من قبل ميليشيات أسد الطائفية، بدأت ميليشيات أسد والطائرات الحربية والمروحية تقصف مناطق حوض اليرموك، وبالتالي إحداث ربما مجازر بحق المدنيين القاطنين في هذه المنطقة سواء من أهلها الأصليين أو من السكان النازحين إليها. هنا لابد من التنويه أيضا إلى أن ميليشيا أسد الطائفية
وحتى وسائل الإعلام وبعضها ثورية تتعامل مع حوض اليرموك على أنه كتلة واحدة سوداء من تنظيم داعش. هناك آلاف الأسر من أبناء المنطقة ليس لها علاقة بالتنظيم، هم يقطنون قراهم وبلداتهم ومنازلهم ويتعرضون للقصف بحجة وجود داعش بهذه المناطق. وكما ذكرت قبل قليل، اليوم تعرض النازحون المدنيون في السهول وليس في القرى، أحد المخيمات بناها بجهود فردية السكان النازحون، تعرض للقصف الجوي بشكل مقصود وبالقنابل العنقودية، ما يدل على أن هدف الطائرات التي قصفتهم هو إحداث مجازر وقتل أكبر عدد ممكن منهم. طيب، بالنسبة للمهجرين قصرا بشر، يعني أعداد كبيرة خرجت إن كان من درعا أو القنيطرة، هناك دفعات وصلت إلى حما، ولكن فيما يتعلق بمنطقة الجيدور، يعني هناك معلومات بأن المهجرين سينقلون إلى مدينة نوى ثم إلى إدلب بشكل منفصل عن اتفاق القنيطرة. لو نفهم أكثر هذه النقطة، لماذا منطقة الجيدور تحديدا هي منفصلة على باقي الاتفاقات؟ ليست منطقة الجيدور فقط هي المنفصلة، في الواقع سعت ميليشيات أسد الطائفية ومن خلفها الاحتلال الروسي إلى تقطيع أوصال محافظتي درعا والقنيطرة وفصل المناطق وحتى فصل القرى والبلدات عن بعضها. يعني على سبيل المثال، فصلت في البداية بلدة داعل عن بلدة طفس في ريف درعا الغربي وهما بلدتان متجاورتان، ثم قامت بفصل بلدات أخرى عن بعضها وحولت المناطق المحررة إلى جزر يسهل الانقضاض عليها. ساعد في ذلك طبعا تفكك الفصائل التي كانت تنتشر في هذه المناطق، وانفردت روسيا بالقرى والبلدات وليس بالفصائل العسكرية حتى. بالتالي يعني منطقة الجيدور وتحديدا مدينة جاسم تفاوض الآن لإجلاء عدد من المهجرين قسريا باتجاه الشمال السوري. أيضا مدينة نوى الواقعة إلى الجنوب من جاسم تفاوض أيضا لإخراج عدد من المهجرين. البارحة خرجت الدفعة التي تعتبر الثانية من الجنوب السوري طبعا باتجاه الشمال، ولكن هي الحمل القافلة الأولى فعليا، حيث أن القافلة الأولى التي خرجت من درعا البلد سابقا كانت قافلة صغيرة لا تقارن بالقافلة التي خرجت البارحة من القنيطرة ووصلت اليوم، وتضم طبعا يعني مقاتلين ونشطاء وحتى عائلات مدنية من درعا والقنيطرة. شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات بشر أحمد، مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب، كنت معي.